هلو إفرينيان، كيف الحال؟ معاكم ليجستك شباب. مقطع اليوم راح يكون قصة. يب اليوم راح أعطيكم كم قصة كذا لي من الجامعة، يعني فتعالوا تفرحوا البابا ليو. جاء الوقت أن نحل بالجامعة نستغلها عشان نجيب شوية مشاهدات اشتراكات. راح أكلمكم اليوم تقريبا عن قصة واحد من بين الترام الزبالة اللي عشتها في الجامعة. هي تقريبا الجامعة صار ككل ملخصها زبالة، بس في ترام أسوأ من ترام، فهمت؟ فأنا جاء الوقت أني أعطيكم هذا الترم السيء، ولا أقول لكم ما راح أعطيكم ترم، راح أعطيكم ثلاث قصص عن ثلاث دكاترة مختلفين. خلونا بسم الله نبدأ. فأول دكتور خلونا نسميه دكتور ألف، دكتور أ. هذا أتذكر في مادة مرة صعبة، تقريبا كل اللي يعرفون بهذه المادة يعرفون باختصار انه هذه المادة مرة صعبة، ولازم اقل شيء يعني ترسب فيها مرة ولا تنحرم فيها ولا تحذفها لانها مرة صعبة. وسبحان الله جت عند واحد من اسوأ الدكاترة، واحد من اسوأ الدكاترة اللي ممكن اي شخص يتخيلهم. بالنسبة لي انا عن تجربتي الخاصة، يعني انا ما راح اتكلم عن اي طالب ثاني، راح اتكلم عن تجربتي. الجامعة بالضبط بيني وبينها تقريبا 60 كيلو، يعني تقريبا كم 37 38 ميل، مشوار طويل حتى ما اوصل الجامعة، وللاسف الخط ما هو مستقيم يعني زي الخطوط السريعة حقت اي مدينة، لا الخطوط كذا. وفي اجزاء من الخط عباره عن مسارين، فتعرفون الصبح كل الناس رايحين تجاه هذه الجامعه وكل الناس طالعين، فزحمه مره يصير الخط. باختصار انه اول محاضره حضرتها عادي، وشفته يعني شفت اسلوبه زي كذا وعادي، ما كان في اي اشكاليه، وحسيت اني متحمس للماده. والله ما اكذب عليكم انها كانت اول مره في حياتي الجامعيه اتحمس لماده من جد ابي ادرسها، لان حسيت انه اسلوبه في الشرح كان مره ممتاز. بعدين المحاضره الثانيه باختصار تاخرت، ما راح اكذب، المحاضرة الثانية تأخرت تقريبا ربع ساعة عنها. دخلت مع الباب، اول شيء دخلت قلت كذا السلام عليكم، فجأة قاعد يطالعون فيني كذا. يا اخي اكره الوضع هذا، اكره لما تخش كذا من الباب فجأة لا كل الطلاب كذا يطالعون فيك كأنك استغفر كأنك دخلت عليهم عاري. يا اخي بليز، يعني لما تخش فصل لحد يطالع نو اتنشن، وقفوا، لانه هذه هي المشكلة. ترى المشكلة لما تكون متأخر ولا تخش كذا على فصل، فكل انتباه حق الطلاب كذا يتغير كذا، فهمت؟ فجأة كذا اوه كأنهم شافوا معجزة تدخل عليهم من الباب، فجأة الدكتور يطالع فيك فتنجلد وقتها. سماك ذا بيت، باختصار طالع فيني قال، قلت لو سمحت اسمح لي يا دكتور ادخل. فجأة طالع فيني قال مو انت اللي تقول لي لو سمحت، انا هذه المرة راح اقول لك لو سمحت اطلع برا. قطعت 60 كيلو، في النهاية طردني من عند الباب عشان ربع ساعة. هذا المرة قلت ما في إشكالية، ربع ساعة يلا أقرش معاه حق. المحاضرة اللي بعدها 4 دقائق تأخرت، ورب المصحف إنها كانت 4 دقائق بس أو 3 دقائق. دخلت طالع فيني قال اطلع برا، قعدت اطالع فيه كان معصب هذاك اليوم، قال اطلع برا. او بعدين انا اصلا انا وقتها يعني اني مفجوع شويه لانه كان مره معصب وجالس يعني يصرخ. طالع فيني قال اطلع برا، طالعت فيه قلت انا طالع فيني قال ايش بالمتخلف هذا، يطالف الطلاب يقول ايش بالغبي هذا اطلع. هذه كانت المرة الثانية اللي انطرد من عنده. المرة الثالثة غبت، كنت مريض هذيك الفترة ورحت المستشفى، اخذت لي زي العذر او زي الورقة بعطيهم او بطلع بها يعني كعذر هي عشان يمسح لي الغياب، لانه اتوقع بقي لي بس غياب واحد ونحرم. فتخيل ايش صار، العذر اللي اخذته ضاع. فالمرة الماضية اللي طردني فيها واحد من اصحابي يقول تخيل، يقول قبل ما انت تخش، قبل ما انت يعني طالب فيني، يقول انا قبل ما انا اخش دخل طالب ما بيني وبينه اللي يقول 30 ثانية 20 ثانية رجل، وانا اللي انطردت. بعدها غبت وكان يعني اخذت لي عذر من المستشفى على اساس اني راح اعطيه، كنت ماخذ العذر محطيه مع مجموعة كتب كذا يعني وما اخذها معاي، وضاع الكتاب وضاع العذر. الغياب الاخير غبت هذيك المره بدون عذر صراحه يعني، بس غبت انحرمت في الماده. الدكتور هذا العلم يعني اوكي للعلم، ناس كثيره يعني يتكلمون عن احداث صارت معه وزي كذا يعني، ويقولون انه تخيل يطرد طلاب، واحد طالب ثاوب طرده، طالب ثاني بس قال زي كذا ايش يسمونها هذه يا اخي، هذه مدري ايش يسمونها، والله يا شباب اني نسيت، لكن هذا اللي تسويه بعد النوم كذا لما تفكفك نفسك كذا، سواها وانطرد. معروف هذا الدكتور انه الحرمان عنده بريال، فقلنا خلاص يا رجال اوكي سوي سكيب. الدكتور الثاني هذا يا شباب كان اسمه طويل، كان اسمه زي ابراهيم يعقوب كذا، اسم قوي وطويل فهمتم، يعني احرف كثيره يعني. فانت لما تسمع فرضا زي كذا اسم ابراهيم، بالنسبه لي هذا انا من وجهه نظري زي فاروق. فباختصار ان لما اتذكر اول مره سمعت اسمه تخيلت في راسي انسان طويل
ويخوف كذا ومرعب. وهو كان الذكر يدرس مادة برضه الثانية، هذه معروف ناس تقريبا في ناس يجلسون 3 سنوات 4 سنوات يرسبون عنده بس عشان هذه المادة، والمادة هذه مشكلتها انه لو ما عديتها تعلق خلاص حرفيا. شفتم اللاق في اللعبة، شفتم الجلتش، هي اللعبة هذه تقلتش بحياتك كلها حرفيا كذا، ما تقدم في الجامعة ليه ما تعديها لانها متطلب. فالدكتور هذا كان ابن 66، الله يوفقه. الدكتور هذا كان يرسب، كان يرسب 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 كثير. فنعاد بسم الله شديت الأحزمة ودخلنا عنده. هذه المادة والله كانت رعب، والله اتذكر كان رعب صراحة. اول مرة شفت الدكتور طالعت قلت هذا اللي كنت اتخيله، هذا الكبير قزم قصير كذا وكذا شايب، عمره 200 سنه يا رجل، بس الله يلعنه على عمره الطويل. ما كان يتعب لما يمسك في الشرح، يشرح المحاضره حقته كان 3 ساعات اتوقع، يشرح ما يسكت بريك. نو هذه الحاجه يا حبيبي، هذه مصطلحاتكم انتم، هو ما عنده حاجه اسمها بريك. ويجلس واقف المحاضره كامله، الله اكبر عليه. عمره 200 وعنده هذا القدرة التحمل الجسدية، ولا عنده سكر، ما عنده ضغط، ما عنده أي مرض. هو اللي ما هذا الإنسان الخالد صراحة. أنا أحس إنه كان يبي لي، هو خرج من الجامعة الحمد لله، لو ما خرج كان لقيتني معلق أنا في الجامعة. كان يبي لي أروح له قبل ما يخرج من الجامعة وأقول له، أقول عطني السر، هاو إيش كيف أحتاج السر. شكله عنده إكسير خلود ولا حاجة يا رجل. أتذكر أول مرة دخلت عنده كذا، لازم تكون هادي لأنه زي الدكتور الأول يطردك في وساخة. الاثنين كان فيهم وساخة بنت كلب، إنه كذا كذا كذا، هذا قاعتي، هذا فصل، خلاص انتهى يا رجل. ذكر حتى مرة من بين السواليف، يعني هذه السالفة وصلتني، ما أدري أوكي، ما أدري عن صحتها ولا لا، بس لازم أقولها باختصار. إنه الدكتور هذا المكافأة اللي يعني تجي من الجامعة باختصار، إنه مرة قال أنتم ما تستاهلونها، يعني فهمتم؟ قال الطلاب كذا، قال الشلة، قال انتم ما تستاهلون هذا الدلع. اتوقع كان زي كذا الموقف. ربي ما اختبرت عنده ولا اختبار، كنت كارهه. دخلت عنده في ترم كنت منفس، وفوقها قد شفت انسان وكرهته من شكله، هذا اللي صار لي انا، من غير انه بس كنت اشوفه يصيح 24 زق يصيح، ما بس يصيح على اي شيء قدام، استغفر الله. لقيت طاولة كذا جالسة لحالها، ليش انت ثابتة، قومي امشي. فباختصار انا اتذكر انها الكوز واحد غبت عنه، والمد لما جاء وقت المد حذفت المادة قبل المد. وربي لو اوريكم يا شباب، دسم كذا يا رجل، كذا طالع تقول ايش هذا تفسير القرآن. والدكتور الكلب ما في حاجة عنده اسمها ترخيص، ما في حاجة اسمها عنده اشياء مهمة، لا، كلمة صمها صم. او ماي جاد، كان مرة صعب. المنهج طويل ودسم، ودكتور وسخ ما يتساهل. المهم نفست حذفته قبل المد. الحمد لله طلع من الجامعة. تخيلوا في طلاب من جد كانوا راسبين عنده، كانوا 4 سنوات يجلسون عنده، تخيل جلس 4 سنوات عند في مادة واحدة، والله صراحة كان طاغية. الدكتور الثالث صراحة هذا ما بقول انه وسخ بقدر ما انه دخلت عنده وانا في ترم مرة زق، فما مداني اسوي اشي كثير عنده، يعني ما مداني اعطي جهدي الكامل، لانه اصلا انا كنت مرهق في الفترة هذيك مرة نفسيا وجسديا. فباختصار انه المادة دخلت عنده، المادة برضو كانت دسمة، بس كان عنده اسلوب، يعني الحين باختصار انه كانك المادة تجزئها على اجزاء، فهمت؟ او شابتر هذا شابتر هذا شابتر هذا شابتر، كل شابتر راح يمسك لك موضوع يتكلم عنه، وكل موضوع تقريبا راح يتكلم عنه بنفس الطريقة، فهمت؟ اللهم راح يتغير الموضوع، يعني فرضا اوكي راح الحين يتكلم لك عن القلب، بعدين بيتكلم لك عن الاجزاء المهمة في القلب، بعدين بيتكلم لك عن الامراض، اللي بعده المعدة، بيتكلم لك عن الاجزاء المهمة في المعدة، الامراض حقت المعدة، اللي بعده. فكان هو يمسك ويقول أوه هذا الشيء مهم، يلا اللي بعده، هذا الشيء مهم، أوكي؟ فكان هذا أسلوبه، كان كويس، بس الفترة هذيك مرة كانت زق. الدكتور لسانه سريط، يسب كثير مرة كثير، وحيان يسب سبات قوية، يعني مرة قد قال للطلاب، قال ليش مرة قد قال أنا كأني قاعد بين حريم، مرة قد قال كأني قاعد مع شلة، ودائم يحب في حاجة يحب يتكلم عنها، سبحان الله يا شباب، يحب يتكلم عن الفياجرا، او ماي جاد، يحب يتكلم عنها، دايم يتكلم عنها، ما تنذكر الا كذا، تحس تعزز الرغبه عنده انه يسولف كذا ويبدا يتكلم، وهو كبير 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 مره كبير في السن، فلما يتكلم عنها يقول هذه انا استعملها مو انتم تستعملونها. باختصار اتذكر هذه الماده اختبرت عنده اختبارين، بعدين حذفتها لانها مره كانت صعبه وزق، كنت عارف اني ما راح اقدر اعديها. This is the story، هذه هي القصه، هذه هي 3 دكاترة وسخان، الثالث ما هو مرة وصف بقدر الاثنين الأولين. فأتمنى استمتعتم، والله عارف مقطع بسيط لكن قلت ممكن أجرب حاجة جديدة،
وبرضه توصيت عبد الرحمن يعني كيتش هيرو. قال لي تكلم عن قصصك في الجامعة. فأتمنى استمتعتم. إذا عجبك المقطع حط لايك وسوي سبسكرايب وانشره، وإذا ما عجبك حط ديسلايك اكتب لي ليش في الكومنتس، وأشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي. يلا سايونارا.